احنا معانا ميادة. الو، ايوه اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، ممكن اكلم الشيخه؟ اتفضلي اتفضلي يا فندم، تحت امرك. ايوه الو، قولي سؤالك يا ميادة. بقول لك يا مسيك، انا جوزي عاطيني تليفونه بكلم منه اختي، يعني انا معيش تليفون وكده، كان عاطيني تليفوني اكلم منه اختي. بس علي صوتك كده عشان نفهم، اخدتي تليفون جوزك تكلمي اختك صح؟ جت رسالة من تليفونه على الواتس وانا بكلمها، فتحتها عادي يعني. فجوزك خايب قوي. طلع فيها ايه؟ ايه؟ طلع فيها ايه؟ طلع اللي هو بيكلم واحدة ومن زمان، يعني داخل له في سنة عمال يكلمها. سنة؟ وتبعت له حاجات مش كويسة. انت ما شاء الله بدل ما تكلمي اختك فتحتي رسالة بقى وبدأت تشوفي. عشتي بقى طبعا. يعني عشتي الحالة. صح؟ وبعدين عملتي ايه؟ يعني انا واجهته كده، قلت له انت بتعمل كده ليه؟ ده حرام، عشان خاطر حتى عيالنا هيشوفوك بتعمل كده. ده ربنا بيقول كما تدين وتدان، انت كده هتخلي الناس تعمل في عيالنا كده زي ما انت بتعمل في هي بني ادم مش كويسه ما تعملش زيها. قال لي لا ده خلاص، واخر مره وما عدتش تاني، وما عدتش مكلمها تاني، وسامحيني وقعدت وعشت. اتفاجئ برضك بعديها تاني رجع لها هي نفس البيت وبقى يكلمها، ولغايه دلوقتي حتى بيكلمها. انا اخترت اعمل ايه ومعايا اولادي، ورحت مره عند اهلي قعدت 15 يوم هناك، وجخد ابن عمه وبابا جخدوني، وانا ما رضيتش احكي لحد حاجه، ولا رضيت احكي لاهلي اي حاجه خالص، وانا محتاره اعمل ايه. انت ما حكيتيش لاهلك؟ امال حكيتي لاهله ولا عملتي ايه؟ حكيت له امه ما صدقتنيش، امه بتقول لي لا انت كدابه. وبعدين؟ ما عملش كده. طب انت لكن انت ما خدتيش اي موقف يعني صح؟ لا انا قاعده، انا رجعت مع ابوه وعمه عشان خاطر عيالي. العيال. طب هو بقى كان، بصي اهم حاجه، هو كان بيبرر لك يقول لك ايه؟ لا انا ما بكلمهاش، لا ما فيش حاجه، ده انت اللي بتتخيلي. ماشي، يعني هو ايه انكر الموضوع؟ عمال ينكر، بس انا بشوف ده بيقعد في الاوضه لوحده بالساعات. بصي هو نقطة ان هو انكر الموضوع دي نقطة ايجابية. ليه؟ ممكن يروح مبجح ويقول لك بقى بكلمها بقى، انت كان عاجبك بقى، ممكن يقعد يقول كده صح؟ فدي نقطة كويسة ان هو ما قالش كده، ما اعترفش، بيداري. دي نقطة كويسة ان هو عند في خط رجعة يعني، فاهمة؟ بس انا محتارة ولغاية دلوقتي هو لسه بيكلم. انا خايفة على بناتي، خايفة بناتي حد يعمل فيهم زي ما هو بيعمل. انت ست طيبة والله، انت انسانة طيبة. بقول لك بتبعت لي حاجات مش كويسة خالص. هو انت يعني عرفتي الست دي مين؟ لا انا ما عرفتهاش خالص. ست يعني هي عايز يتجوزها ولا هي متجوزة ولا هي بتتسلى ولا ايه الحكاية؟ لا عرفته اللي هي كانت متجوزة ومطلقة ومعاها ولد. هل هو عايز يتجوزها؟ لا ما اعرفش، انا ما اعرفش اللي في دماغه ده، هو واخدنا عن حب. هي خايفة على نفسها وعلى عليه وعلى اولادها. انت ست طيبة والله. غلبانة انت. والله ست طيبة. ماشي يا ميدة، اسمعي الإجابة حبيبة قلبي. الإجابة ربنا يهديه، يعني إجابها أقول ربنا يهديه. لكن هي بقى تاخد أي موقف تاني ولا خلاص بقى؟ لا يعني هو أشوف، يعني إحنا دايما بنبحث في الصورة كاملة، اللي هو الإنسان ده بيعمل العمل ده لازم أشوف هو عمل ده ليه؟ إيه السبب؟ طبعا ده إحنا اللي بنقوله ده مش معنى كده إنه حلال، لا ده غلط وحرام، بس أبحث بقى عن السبب، هو بيعمل كده ليه؟ ممكن تكون مقصرة في جانب من في الحياة الزوجية ولا بس لا؟ بس ربنا فضحه لما يعني مسكت التليفون لقيت القصه. هو ندم اصلا اللي هو اداها التليفون عشان تكلم مختار. بقى هو غلطان طبعا، مش غلطان ان ده التليفون، غلطان ان هو يعمل علاقه يعني. طبعا يعني خلينا بس اللي احنا نتفق اتفاق اللي هو ايه، لا ما تخربش على بيتها، تحاول بقدر الامكان اللي هي تعيه زي ما هي بتتكلم بالراحه وباسلوب طيب، تقول له خلي بالك وكما تدين وتدان وربنا قال كذا والنبي قال كذا وانا سمعت الشيخ بيقول ان ده ما ينفعش، وانا خايف عليك والله. في لحظه من لحظات الانسان ممكن يموت في ثانيه، فمش عارف هيلقى الله ازاي، وهكذا. تحاول طول ما هو ما راحش لعلاقه، فاهمين طبعا. لو راح لعلاقه، انا واحد من ضمن الناس لما بقول ده بيروح لعلاقه ومستمر فيها، انا بقول للست تمتنع عنه، وهي حره بعد ذلك ان ارادت ان تطلب الطلاق او تبقى معه، دي حاجه ترجع لها. لكن شرعا ممكن تمتنع عنه. ربنا يهديه يا رب، ربنا يهديه ويهدي الأحوال في كل البيوت يا رب.